وإلى عمان نستقبل الآن المفكر الفلسطيني الذي عاش في سوريا جزء الأكبر من حياته سلامة كيلة. أهلا بك أستاذ سلامة، ألف الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بك. ولكن يعني لا أعرف. شكرا جزيلا لك، تسلمي. شكرا لك. أنا أعتقد بأنه لا أستطيع أن أحدد الحالة الوجدانية النفسية العاطفية الإنسانية اللي أنت الآن تشعر بها بعد ما مررت به ووصولك إلى عمان، وأعرف أنها صعبة، ولكن أعتقد بأنه كثيرين يودون أن يسمعوك، يسمعوا هذه التجربة التي كانت حقيقة محط ألم لكل السوريين الذين أعرفهم. شكرا لكل تعاطف معي، وأكيد كان محط ألم شديد، وخصوصا الألم الأكبر بالنسبة لي كان هو الإبعاد عن سوريا، رغم أني أعتقد أنني سأعود بفترة غير بعيدة، لأن الشعب السوري يعني مستمر في ثورته والنظام لن يستطيع البقاء، وهذا أنا أعتقد أنه واضح أصبح بشكل كبير. نعم. طيب. بالتالي أنا متفائل أنني لن أغيب عن دمشق كثيرا. أعتقد بأنه كثيرون في دمشق طبعا يشتاقون إليك أيضا. أستاذ سلامة، لم نفهم ما كانت أسباب المداهمة، مداهمة المنزل والاعتقال ثم الإبعاد، ما هي؟ نعم، يعني المسألة بدأت بسيطة، أنه أجد دورية أمن إلى بيتي، طبعا ما كان في عنف. المسألة الأساسية اللي تبين إلي أنهم يبحثون عنها هي أن شخص قال أنه أخذ نشرية بدأت تصدر خلال الثورة السورية اسمها اليساري، من أخذها من عندي، فأخذت طبعا، دخلوا إلى بيتي فبدأوا يبحثون، أخذوا الكمبيوتر اللابتوب الفلاشات، بدأوا ينكشوا بأوراقي، يعني بعثوا في أوراقي فسادا، ثم أخذوني طبعا، وجدوا نسخ من هذه النشرية في بيتي أيضا، ثم أخذوني إلى فرع أمني. طبعا لم أعرف بالبداية ما هو، ولكن حين وصلت عرفت من المساجين أنه فرع المخابرات الجوية، الفرع الأمرية اللي اسمه له في ساحة الأمويين بالضبط. نعم. لم يحقق معي ليلتها، وضعت في جماعية. ثاني يوم صباحا استدعيت للتحقيق. السؤال الوحيد الأساسي كان هو أين طبعت أنا هذه النشرية؟ نعم. طبعا أنا يعني لم أطبع هذه النشرية، يعني طبعا هناك كان سبسبات وحكي طويل، والوضع السوري أحسن من كل الأوضاع المحيطة، وليش أنا فلسطيني وقاعد عم بلعب بسوريا وسب على الفلسطينيين، خصوصا أن في النشرية شعار مطروح كان هو من أجل تحرير فلسطين نريد إسقاط النظام، فيبدو هذا الشعار كان مرعبهم أكثر شيء، فهذا أكلت عليه ضرب أكثر من أي شيء آخر. متى أنا آسف أن أسألك الأسئلة الصعبة حقيقة، بعتذر، ولكن متى بدأ المعاملة بالعنف الجسدي خلال التحقيق؟ من بدايتها تقريبا، يعني قعد 10 دقائق أو 5 دقائق يحكي ويحلل الوضع ويبين أن الوضع السوري أحسن من الأوضاع العربية، ثم بدأ يدقق على هذا السؤال. طبعا نفيت أنه إلي علاقة، لم أطبع هذه النشرية، فبدأ الضرب، يعني ضربني شلوط كاد يكسر إجري، ثم طلب خيزراني ولا كابل ولا شيء جديد شفته أنا، كابل عريض يعني، وبدأ ضرب فيه، فكاد يغمى علي، قعدت على الأرض، فكمل ضرب على إجري وأنا قاعد على الأرض، ويسأل نفس السؤال وأجاوبه بنفس الصيغة، يعني حكيت له كيف وصلتني النشرية. طبعا بعدين سب وشتم ووقفني برا، قال لي وقف وإلا راح، يعني كلمات سيئة يعني. وقفت تقريبا شي ربع ساعة ثلث ساعة، ثم أعادوني للمهجع للغرفة. بعد الظهر كرروا المحاولة بنفس الطريقة، أيضا نفس السؤال بضرب على الإجرين، ثم فلقة ضربوني بس مش قوية كيف يعني، زيادة يعني كمان، ثم يعني طلب مني أن أكتب جوابي. يعني طبعا أنا قياسا بما يحدث في المخابرات الجوية، أنا بقول أنه أنا اللي صابني هو أقل من 1 بالألف مما بصيب الشباب اللي شفتهم اللي عشت معهم بالغرفة، واللي عمليا كان فعلا في تعذيب وحشي تجاههم، يعني
أنا كان يبدو في بعض الحساسيات مانعة إنه يعني يزيد الضرب بطريقة وحشية. في شيء ما بعرف عندما رفعت يدك اليسرى كأنه شهدنا شيء كدمي أو لا مش مزبوط. هاي لا في كدمة في هاي هو اليمنى اللي أساس اللي أكلت آخر يوم وأنا بالمشفى ضرب مبرح كانت منفوخة هيك يعني بعصا واحد وأنا بالمشفى رفع إيدي 15 20 30 ضربة ما عرفت يعني شعرت أنها انكسرت. فبالتحقيق هذا هي حدود الضرب كان يعني طبعا كتبت لهذا وضعت بالسجن. نعم. ففيما بعد يعني نقلوني من هذا الفرع اللي بالآمرية لفرع آخر بالمزة بمطار المزة. ايه. بدالي انه في تعامل معاكس تماما لهذا الوضع. أوكي. حيث طلبوا مني اتحمم اجى طبيب فحصني. ثم ضابط شافني حقق معي بهدوء يعني. ثم أجوا طبيبين أيضا عادوا الفحص حتى التعذيب وصفوه كتب تقرير الطبيب بالتعذيب اللي على جسدي. كيف أبلغت طلب تحويل نعم تفضل نعم كيف أبلغت قرار الترحيل؟ ما أبلغت أنا يعني بعد هذه الحادثة الطبيب طلب أن أعمل فحوص طبية فنقلت إلى مستشفى. طبعا بالمستشفى اكتشفت أنه في وضع أسوأ من التحقيق. هذا التحقيق بدأ لا شيء أمام ما حدث معي بالمستشفى نفسه. ليش؟ غرفة مشرفة عليها لأنه وضع غير إنساني يعني شخص مربوط بإيديه وإجري مطمش ست أسرة فيها 12 أو 13 شخص ملزقين ببعض. إذا بدي أبول مشكلة لأنه ما بيسمحوا فالواحد بصير يبول على حاله إذا بده يشرب مشكلة ممكن ينضرب. طبعا كان في وضوح أنه أنا بضربوني أقل بس الآخرين اللي جنبي المرضى اللي جايين يتعالجوا كان هناك ضرب ليلا نهارا فيهم خصوصا إذا واحد تكلم كلمة أو كان في واحد شخص مريض نفسيا للأسف وبعتقد كان معتقل طويل ومش معروف وضعه اسمه لأي يوسف الخطيب. فكانوا دائما ينزلوا ضرب في الآخرين وشافوا واحد بال تحته ينزلوا ضرب فيه. بعدين هذا الضرب طالني أيضا يعني بالعصي بعصا كهربائية فكمان أكلت 3-4 موجات ضرب حقيقية وأنا وضع يعني أصلاً مغطى ممنوع أتحرك. وحضرتك عندك بتعاني من مشاكل صحية؟ أنا بالأساس يعني مريت بأمراض سرطان يعني كنت مريض بس الأسوأ كان عندي أنا بأخذ مرض الغدة الدرقية علاج. فقعدت 10 ايام دون ما اخذها وهي بتعرفي الوضع الجسم بصير منحط بعد ما نعم فعشت بهاي الحاله صرت يا دوب اقدر امشي يعني بهاي الحاله فعشت حاله يعني بجحيم تقريبا بالمستشفى بدل ما يكون المستشفى مساعد. وبعد طبعا التحليل رحت له تفضل اكتشفوا انه بعد 4-5 ايام شو بدهم يعني فعملوا التحاليل وعلى اساس يرجعوني على الفرع اللي حولني. نعم. فجأة يوم الخميس يعني يوم 10 الشهر أظن كان اجت دورية أخذتني ما شفت حالي إلا أنا في الهجرة والجوازات دون ما يحكوا معي شيء. نعم نعم. طيب طبعا مش الفرع اللي أنا تحولت له اللي أخذني فرع آخر يبدو أنه هو نقلني وزير الداخلية عم بتابع القصة. نعم. مستعجلين بتصل بمدير الهجرة والجوازات اتصل بالنائب العام من أجل أنه يوقع بسرعة الإبعاد. مرينا على القصر العدلي العدلي ما نزلت أنا وقعت الورقة يعني نحن عم نحاول يعني نمد الوقت بقدر المستطاع ولكن وقتنا وصل إلى حد ما إلى الختام. بختام هذا الحديث بدي بس اسمع رأيك بعد ما عشت طول هذه الفترة بمكان يحصل في قلب الشام وكنت يعني منخرط في هذا الحراك سياسيا على الأقل برأيك إلى أين تذهب الأمور الآن؟ نعم تذهب نحو التغيير. أنا لا أشك أنه نظام أو جزء أساسي من النظام سينتهي يعني النظام غير قادر على الاستمرار بوضعه الحالي بالأشكال اللي عملها. الشعب السوري اللي بيشوف الشباب بالسجون بجرأتهم بقوتهم حتى بعد التعذيب الشديد بيقول هذا النظام زائل بلا محالة يعني. فأنا جازم أن النظام الآن دخل في مأزق عميق
يجب والآن تقلص للبنية الأكثر صلابة والأكثر ضيق الآن في داخله. نعم. هذا سيدفع باتجاه تغيير ما ممكن ما يكونش بعيد أيضا يعني. بس أستاذ سلامة يعني معلش نقطة أخيرة، حضرتك ماركسي وفي نعم. كلام أنه نعم. الجزء الأكبر الذي يسيطر على الشارع الثائر سياسيا هو فكر إسلامي متطرف، عندك مخاوف في هذا السياق؟ لا أنا بعتقد هذا حكي وهمي يعني، حكي الإعلام، أنا كتبت مقال مرة عن هذا الموضوع. لا يسيطر على الشارع فكر إسلامي متطرف، هناك شباب طيب بسيط لا يعرف السياسة نتيجة استبداد طويل، نعم. تدمير للسياسة، تدمير للثقافة، وبالتالي هو يعيش بثقافته التقليدية اللي هي ثقافة دينية. ولكن يعني أنا سألت مثلا شخص بالسجن متدين وبصلي، نعم. بقول له أنت مع الإخوان المسلمين؟ قال لي لا أنا ضدهم. قلت له طيب أنت طائفي يعني؟ قال لي كيف طائفي، كل أصحابي من كل السوريين. فالأساس فيها هو الصورة الإعلامية التي تنقل غلط عن الوضع السوري. هذا أنا حابب دائما أحكي فيه، إن شاء الله بيكون الشارع الشعبي بسيط، نعم. أكيد يعني مش إسلامي، وبعتقد يعني راح يكون الجو آخر بالمرحلة القادمة يعني، ما وأنا مش خايف من الإسلاميين أصلا يعني. يعني راح يكون لنا إن شاء الله أحاديث أخرى معك، بنتمنى أنه نكون عطينا وقت، أكيد دائما الوقت مش كافي ولكن وقت إلى حد ما ملائم لنتحدث قليلا معك بعد هذه التجربة. شكرا جزيلا أستاذ سلامة كيلا، شكراً. المفكر الفلسطيني، شكراً، كنت معنا من عمان.